في انه الان اغلب الناس صارت تؤدي الصلاه على انها واجب ومع السلامه. صدقت. يعني مثلا واحد انه انا عليها انا علي مثلا خمس صلوات في اليوم، اجي اركب برتو 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 ويلا قوم روح. سبحان الله في مقوله جميله جدا قال لك كل حاجه انت مستعجل لها وعاوز تلحقها برا برا المسجد هي في يد وبتدبير وباراده اللي انت الان بين يديه. صدقت. الله. كل شيء انت لاحقه برا ترى هو عند اللي انت واقف بين يديه الان. فاذا عندك شغل، عندك مواعيد، عندك دكتور، كل شيء تقدر انت في الصلاه هنا ركز مع موضوع الصلاه. صح. ادعي ربنا في الشيء اللي تبغاه تطلع برا تلقى كل شيء محقق. وعلى فكره في مقوله قالوها انه ما حتزبط امورك في الحياه ما لم تزبط امور صلاتك. فعشان كذا عندك لخبطه، عندك اي شيء في الدنيا، اول شيء راجع نفسك مع الصلاه. اي أيوة والله لقيت نفسك مع الصلاه كويس كل الامور الثانيه حتمشي. صدقت. الصلاه هي اصلا مصدر في الرزق. يعني اذكر من ضمن المواقف اللي مرت علي انا في حياتي، في مثلا تنام تتاخر على الصلاه، اقسم بالله العظيم اي أيوة والله ان اذا التزمت في صلاتك اليوميه في وقتها في المسجد مع الجماعه والله العظيم انها تتيسر امورك. يا سلام. رزقك، امور كثيره، حتى رضا والديك عنك. تحس يا اخي انك بنفس جديده. يعني الحين يقولون الناس اشترك في نادي، ترى اذا سويت رياضه تحس الادرينالين عندك يرتفع. الصلاه هي مصدر السعاده. ترى هذه ايه، وامر الله عز وجل يقول النبي صلى الله عليه وسلم وامر اهلك بالصلاه واصطبر عليه. ايش قال بعدها؟ لا نسالك رزقا نحن نرزق. لا كيف الله. يعني صل، ما انت داير رزق، داير اي حاجه، وامر اهلك بالصلاه واصطبر عليها، لا نسالك رزقا. نعم. نحن نرزقك. انت لا اله الا الله. فعشان كذا انت عاوز الرزق ترى في الصلاه. واحد من الشباب قابلته بعد فتره كان معنا في الدوام، مسي عليه بالخير، يمكن يشوفني الحين بس ما بقول اسمه. ما شاء الله بعد فتره يعني كان معنا في الدوام يصرف 3000 4000 والله ما اذكر كم، كان سكرتير يعني يمكن لما رقوه وصل 5000، فراتب يعتبر بسيط. نعم. كان هذا قبل 4 سنوات. سكرتي. ايوه مو سكيورتي، كان سكرتير. سكرتير اللي هو في المكتب. ايوه مكتب. وكان تو يعني عند المدير التنفيذي او ايوه. ف سبحان الله صار له كذا شيء بسيط وترك الدوام ومشى. ففتح لوحده كذا وتخبط، راح وجاء. بعد فتره قابلته لقيت الولد ما شاء الله يدهر. سياره، شكله ذاته تغير، نظف في شكله ذاته نظف. تعين حتى عرف يا رجال، عرف من هذا الرجال، تعين حتى خروجه من الدوام يا رجال، خروجه رزق الله اللي طلعه وراح. اي سبحان الله. يلا حي شخص ما يعرف الشيء. هلا هلا. خلي الشيخ يستريح. عز مقامه. يا مرحبا يا مرحبا. ترى هذا الراي مشاكل. فيقول لي استريح يا شيخنا. فيقول سبحان الله الحمد لله. السلام عليكم. ربنا جاب لي مويه بريد لك. لا الله يكرمك. يقول ايش يقول خوي شاهد الموضوع كله. ايه. قال لي قابلت قلت والله ما شاء الله تبارك الله، وش سويت انت وش سويت؟ قال اقسم بالله داير اوريك السر في الرزق اللي انا فيه. اسمع الكلام ده يا شيخ. نعم. تفضل معك. قال لي اوريك السر في الرزق اللي انا فيه الحين. قلت له قول. قال اقسم بالله ما ظبطت اموري الا ما ظبطت موضوع الصلاه. طيب ادم عيال وين يا رجل؟ لما صرت اصلي. اهلا وسهلا. ايش الشخصيه هذه؟ الله يحييك. سبحان الله. الحمد لله. والله تعال. فلا اله الا الله. لا والله ما اجي. والله اجي. حلفت. ترى الموضوع بسيط. سبحان الله يا اخواني. ايوه. يقول لا تنهى عن فعل وتاتي بمثله عار عليك اذا فعلت عظيم. ويقول الشاعر الاخر وقل للشامتين أبينا عثيق سيلقى الشامتون ما لقينا. ترى انا شمت ربيز الدب عبد الرحمن مساوى، وشمت بمحمد الدوسري تاخرنا، لكن يعود انا ارفعه. ايش ذا الكشخشين؟ لا خوينا تغير. اصبر. كتبه ربيز. ايش الشخصيه هذه يا فندم؟ كتبه ربيز. ريالتي. طيب ايش رايك تروح في جلسه احسن؟ اوف قلت تقوم من المقدمين. لا اله الا الله. الدنيا اجلس في مكان يعطيك المخرج كلوز ويضبط. تعال تعال هنا، تعال هنا مكانك. ها والله ما ترجع. لا لا ان شاء الله. حلفت بالله. قول ان شاء الله. اتق الله يا محمد عباس. خلي علينا من الصلاه والدين. قول ان شاء الله. اتق الله. طيب صلوا على النبي. انا اشرح لك تاخذ البيت. فهد معيان. ما يرد عليك. فهد معيان.
استاذ فهد برجع عشان حليفتكم برجع السلام عليكم بعد شوي بعد الفجر بعد الفجر تفضل مكانك لا 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 تربيز ما حد لا 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 يرجع خوينا الاول خلي يرجع خوينا الاول ما سترد عليك لا لا خلاص حملت الحمل ايش حالك يا دلبوجي طبعا نعتذر من دلبوجي انه ما نزل في السوشيال ميديا ولا والله يا دلبوجي لا هو اكبر من نزل في السوشيال ميديا من عمر السيد عبد الرحمن مساوى مجتمعين يعني واضح عليهم نص محمد الفيري ونص عبد الرحمن مساوى اخذ مساحه اثنين اي والله واحد وكف عنه ولا دلبوجي شيخنا الخطا خطأ يا دلبوجي لاني ما اعطيت المصمم واعتذر منك طيبين انا اتابعكم وانا جاي كنتم تتكلمون عن الصلاه عن الصلاه فأكملوا ما بدأتم عفى الله عنكم حتى أعطينا أدلة بدلوك يا ربيع كذا أحس عندك كلام بعد الشخص أولا أنا أمسي أصبح على كل من يشاهدنا وأصبح عليكم وسعيد جدا أني أخرج معكم من جديد في هالشاشة العظيمة وسعيد جدا أني أظهر معك يا أستاذنا محمد عباس وكذلك الأستاذ الأفضل والأجمل والأروع والأكمل والأسطورة في مجاله الأستاذ فهد بن معيان والذي فوق هذا كله أنا أفضل منه بطبيعة الحال أستاذنا الفاضل ما تقدر تفيد يا أبو معيان ما تقدر دقيقة دقيقة أنت خايف من البيت ما يخايف تقدير لك يا لا تقدرني خلاص الشاشة شوف أنا قبل شيء كنت عند المخرج الحبيب ومهندس الصوت وقالوا إحنا احترمنا الشاشة وعلى الوقت طلعنا إن شاء الله لو نطلع بالمجلس فاضي تأخير نحن نتحمله انت رجل مميز تلبس البيز وتقدم النقطة الله يعطيك العافية بس ورد على الحمد لله تلبس البيز ما ترد ما ارد عليك ابو حسين عمر السيد متأخر خذ الشاي يا حبيبي تقديمي في شيء لا سمح الله لا لا تفضل انبت خذ راحتك حبيبي خليك معي وزلم خليك معي وزلم انا اقول ان الصلاح بلا ادنى شك هي عمود الدين ولا يستقيم الإنسان في حياته حتى يطبق دينه تستقر أمورك النفسية وتستقر حياتك الاجتماعية وتعيش الحياة بكل تفاصيلها أنا أذكر مرة من المرات فترة زمنية مرت علينا كنا مجموعة شباب مراهقين في شقة واللي يسرح لدوامه ونعود واللي يرقد في النهار ودوامه في الليل واللي دوامه في النهار ويرقد في الليل فكان فيه عشوائية فموضوع الصلاة عندنا كان فيه نوع من أنواع تفريط يتعب الواحد انه يكون منظم مره خصوصا مع الدوامات لا صار عندك دوام في النهار ودوام في الليل وما معك الا 8 ساعات فكان عندنا شيء من التفريط في هذا فوالله اني يا جماعه كنت اذكر اني اعيش عشوائيه حتى نفسيه فيه شتات ذهني وفيه شتات نفسي فيه بعد بيني وبين الحياه بعد بيني وبين البشر فيه بعد بيني وبين اللي جالس يصير معي بالضبط اكل اسولف اميز لكن فيه أحس أني مبتعد عن العالم لين أرجع لأبوي في الديرة أبوي في الديرة لا يمكن أنك تعيش في الديرة وأنت ما تصلي مع الرجال مع الجماعة عندك مشكلة أخلاقية ودينية إذا ما صليت مع الرجال في الجماعة فلما أني رجعت على أبوي ونظم وضعنا وخلانا نصلي من صلاة الفجر إلى صلاة العشاء بعد الإذان وحنا متواجدين في ذا والله أني أشعر بالارتياح النفسي فهي استقرار قبل يكون أو بالأصح الأصل أنها صلة بين العبد وربه لكن أيضا من فضائلها أنها تعيشك الاستقرار تعيش بحالة نفسية جيدة وبشايق أذكر أنها الله يجعلها في الجنة يقول الأجواد واجد والمراجل لها كساب لكن واعد العشرة إلي صلت جمالي يطيل الشرار وكل نارنا لها شباب ومن ولع النيران يصبر على الصالي تغانم شبابك يبيض الوجه عادك شاب ترى البدر لو يطلع قمر عود هلالي فلا تهجر المسجد وخلك ورا المحراب ترى روضة المسجد لها منزل عالي فما في أدنى شك أن الحياة ما تستقيم إلا بالصلاة حياة بدون صلاة ما هي بحياة يا سلام يا سلام عندكم كلام الصلاة سبحانه شوف العبد الذي أنا في وجهة نظري وأعتقد أن الناس متفقين أن العبد الذي لا يصلي فهو والبهيمة سواء نعم صدقت ليش بهيمة أحسن منه بهيمة لا صلاة ليش؟ لأن الصلاة هي عمود الدين وهي العهد الذي جعل بيننا وبين الله سبحانه وتعالى قال العهد الذي بيننا أرضي حسين قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر الصلاة لا فضل لك فيها الصلاة أنت الذي في حاجتها الرسول صلى الله عليه وسلم يقول بشر المشائين في الظلم إلى المساجد النور الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة لجار المسجد إلا بالمسجد إن الصلاة لا تسقط حتى عن الملي المقعد الذي لا تتحرك منه إلا عيونه ما تسقط عنه صدقت يصلي بعينه
أن الصلاة لا تسقط عن أحد. الصلاة الصيام يسقط والزكاة تسقط عن يعني الصيام يسقط عن المسافر وعن المريض والحج يسقط عن اللي ما عنده مال صح. الزكاة تسقط عن ما عن اللي ما عنده مال إلا الصلاة لا تسقط عن أحد. المفترض شوف العلماء الإمام الذهبي يقول أنه عندما اجتمع العلماء يعني بغوا يفتحون باب فقهي يتناقشون فيه وهو باب تارك الصلاة. فكروا ثم علقوا وقالوا لا داعي لفتح هذا الباب لأنه من المستحيل أن يترك المسلم الصلاة. نعم يعني ما لا داعي نقول أن نسوي أحكام ونسوي أعذار هو مستحيل يعني هذا 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 باب لا وجود له منتهي منه. أي نعم أول ما يسأل العبد في القبر سبحان الله ترى الإنسان إذا مات يموت الإنسان عندما يموت الإنسان يرى الملائكة قبل أن يموت غفر الله لجدي جدي يعني قبل أن يتوفى الله توفاه الله صلاة الفجر الله يغفر له نحسبه الله حسيبه كان من الصالحين فكان يقول يا أبنائي إني أشعر بالموت يأتي من قدمي وهذا الأصل يا الله سبحانه يقول إذا التفت الساق الساق الموت يقول إن الروح تنفر إذا أتى ملك الموت تتوزع تحاول تهرب تتوزع في الجسد فتشل الأرجل ثم يأتي ملك الموت وينتزعها من القدم لا إله إلا وأحيان نقول بعض الروايات قالت أنه ينتزعها من الكافر ينتزعها من صدره فينتشله نشل يهبشها هبش عندما يرى الملائكة يراهم يتنازعون عليه ويرى أهله حوله فيدخل ملك الموت ويقول هذه ترى معلومة مهمة ولا يسمعها في الغرفة إلا هو ترى ما قد مات إلى الآن لا إله إلا الله فقول تبكون عليه والله لو تعلمون ما ساتلقوا لانشغل كل امرئ منكم بنفسه عن ميتكم كان نسيته لو تدرون شو فيه وانكم بتعرضون في نفس الموقف اللي هو فيه كان نسيتوه هربتوا فتتنازع ملائكة الجنة وملائكة النار عليه فإن كان من الصالحين أخذته ملائكة الجنة وإن كان من أهل النار أخذته ملائكة الجنة ثم يؤتى به ليصلى عليه ويوضع في قبره فعندما يوضع في قبره ترد روحه عليه ويحييها الله سبحانه وتعالى لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما معنى الحديث أن ادعوا إلى ميتكم فإنه يسأل الآن وأنه يسمع قرع النعال إذا رحمني لأن هذا دليل على أنه حي يقال الحديث ذو شجون يقال قتل بدر يوم جاءت غزوة بدر قتل في بدر من رؤوس المشركين أمية بن خلف وعتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأبو الحكم بن عمرو بن هشام اللي هو أبو الحكم بن هشام أبو جهل قتل فريق من تقريبا 71 رجل من المشركين فوضعهم النبي صلى الله عليه وسلم في حفرة في قليب جميعهم وتركهم ثم عاد إليهم بعد 3 أيام هو وأبو بكر وعمر ثم دعا كل رجل باسمه قال يا عتبة بن ربيعة يا الوليد بن عتبة يا أبو الحكم بن هشام ويدعي يدعي الرجال باسمه أوجدتم ما وعدكم ربي حقا فإني قد وجدت ما وعدني ربي حقا فيقول عمر متعجبا يعني ما لك يا رسول الله تكلم ناس ميتين يعني ما يسمعك قال والله يا عمر لهم الآن أسمع لي منك يقول هم الآن يسمعوني زي منك لكن ما يقدر يسوي شيء وهذا حال غير المصلين لا إله إلا يأتيه منكر ونكير فيسألونه عن الصلاة أول ما يسأل عن الرب الصلاة لازم تجاهد نفسك أنت تجاهد نفسك على الصلاة الآن إحنا يجي الواحد يوقت جواله الساعة 6 على دوامه ما يوقت الساعة 4:30 عشان يصحى يصلي إحنا كلنا مقصرين إحنا نبغى يعني نوقف وقفة مع أنفسنا إن الصلاة الركن الأساسي في حياتك
ترى لو تحسب الصلاة خمس فروض، صلاتك في يومك كامل عندك 24 ساعة، لو جمعت صلاة تجي نص ساعة، خمس صلوات كاملة. هل يعني ما بتقدر تجهز نفسك على نص ساعة دي تصليها في المسجد؟ يرب الصلاة وانت ركها ما هو بصحي، خسر الموضوع. لا تكب الصلاة، تبغى التوفيق الصلاة، تبغى رزق الصلاة. نعم الصلاة يا الربع شيء بنتي مني. سبحان الله، البعض يقول فرض، البعض يقول، وهذه شبهة والله نتكلم من جرب، هذه شبهة يأخذها الناس. يقولون نسمع كثيرا أن مثل ما قال محمد أن التوفيق مرتبط بالصلاة، فيقول قائل ليش فلان مثلا غير يعني على ديانة أخرى ما هو مسلم كافر من الكفار وما يصلي وغني وموفق ومرتاح في حياته، كيف؟ تساؤل. هذا سؤال عظيم. صح، احنا نقول التوفيق في الدنيا، هذا ما التزم مع عهد بالله سبحانه وتعالى، هذا بايعها من البدايه خربها. ايوه، فالله مزين له يعني دنيا. الشيطان، الشيطان يزين له عمله، يريحه. وموعدنا يوم البعث، موعدنا يوم البعث، لكن انت ملتزم بعهد يا اخي. بمعنى انت الان اب تعرف ان ولدك هذا معك خمسة اولاد، ولدك هذا ما منها رجع، عاد بتقول له شيء في الدنيا؟ ما تبقى له، ما تبقى له شيء. لكن ولدك هذا معاهدك وكويس ويقصر ويسوي، فجاه اختلف عليك، ايش بتسوي به؟ فعلمه. هو هذا هو العهد الذي نقصده. يوم خلق الله سبحانه وتعالى ادم مسح على ظهره فأخرج كل نسمة من ظهره، ثم أشهدهم على أن لا يعبدوا إلا هو وحده لا شريك له، وشهد كل يعني كلنا ترى خرجنا، كلنا والمشاهد الكريم وأنا وأنت كلنا خرجنا، وكل واحد منا شهد على نفسه على حدة، نحن نشهد أننا نعبد الله سبحانه وتعالى لا نشرك به شيئا. ثم ينزلنا في الدنيا ويرسل علينا نبي يأمرنا بالصلاة، فنعاهد النبي هذا على الصلاة فنترك، هذه خيانة على العهد. اللي ما يصلي تسير معه هنياك، اللي ما يصلي عشان كذا بعطيك مثال، عشان بعد كذا يوم نقول نضرب المثال. الآن الكافر هل يجوز إدخاله الإسلام بالقوة؟ لا أكره هذا. نعم، لكن إذا دخل وارتد الجلد يجي يقتل، يستتاب ثم يقتل. ليه؟ ثلاث مرات ثم يقتل. ليه؟ لأنك الآن عهدت، أنت الآن ملزوم تنفذ خلاص غصبا. إيه، أول كانت لك الحرية تبغى المسجد شو، تبغى الدين شو، هذا ما تبغاه اتركه، لكن الآن دخلت في الدين أنت الآن ملتزم بأحد. لذلك لابد الإنسان أن يراقب نفسه. والوالد كان يقول لي معلومة، يقول أن من فرط في السنن فرط في الفروض. وهذه ترى معلومة كبيرة. طاووس فقيه اليمن، عشان تشوفون الناس، طاووس فقيه اليمن كان يرى، عشان تشوفون شدة حرصهم على الصلاة، أن من صلى يعني إذا صلى عندها أحد ثم سلم سواء سنة أو فرض، يسأله يقول هل قلت في التشهد الأخير اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم وفتنة القبر وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال؟ إذا قال نعم ترك، وإذا قال لا خلاه يعيد صلاة. هذا هو الدعوة، فما بالك بأصل الصلاة. نعم أبو مساوى، أنت كنت إمام قبل تدخل البرنامج، وكنت إمام عندنا في البرنامج، أبغى تعطيني انطباعك عن الأشخاص. هل تعرف كل اللي في الصف الأول اللي دائما يترددون على المسجد في الصف الأول؟ أكيد معروفين اللي يشوفون الصف الأول، معروفين فلان وعلا، حتى تفقده، حتى إذا غاب جاء بعد فترة وينك أبو فلان. فكما ذكر أن الناس شهداء الله في أرضه. وأنا أذكر حتى بداية البرنامج، طبعا البرنامج هذا له فضل علينا بعد الله عز وجل في مسألة محافظة على الصلاة. نعم. يعني أنت ما عندك شيء هنا، جوال ما في، تنام ساعة معينة وتصحى ساعة معينة، عندك البث ساعة معينة، عندك 28 رجال ما غير الإعداد والمقدمين والشباب يصحوك، يعني ما عندك عذر 1% أنك تتأخر على الصلاة. فكان واحد من الشباب يسولف لي بداية أول أيام، فأني يقول يا أخي أنا أضايق من شيء معين، وهذا قلت الحين فرصة، قال أنا عاني من ضيقة، وهذا قلت الحين حنا في فرصة، عندك تقريبا ما يقارب 80 يوم راح نكون موجودين في القرية
فرصة إنك تربي نفسك على المحافظة على الصلاة. ترى إذا ربيت نفسك هنا وحتى يقولون إن العادة تصنع بعد 40 يوم، إذا تعودت إنك تحافظ على الصلاة أمورك بالزين برا. والله جاء على مجرى الحديث في الحفل الختامي سوالف كذا وأنا وياه تخرب عن شدك عن موضوع اللي تكلمنا فيه. قال الله يبيض وجهك أبو سوا تقوله. قال يا أخي في أشياء كثيرة تغيرت وأنا ما أدري عنها إنها كان عندي مشكلة. يقول في أشياء عندي نفسية تغيرت، يقول ما كنت أدري إنها بسبب الصلاة إن تكسيده في الصلاة. لا إله إلا فأمر الصلاة والمحافظة على الصلاة هذا شيء يا أخي. الله سبحانه وتعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ذكر الله أكبر. إيش معنى تنهى عن الفحشاء والمنكر؟ إيش المقصد؟ يردك من الذنب ويردك من الصلاة تردك من الذنب. بمعنى أكرمكم الله لو عزم أحد من الناس والإنسان معرض لخطأ أن يزني بين صلاة المغرب والعشاء بيتذكر صلاة العشاء فتنهى عن الذنب لو عزم أي سرقة هو مصلي طبعا ترى ما تضبط الله مع المصلي المسألة دي. لو عزم أن يسرق بيتذكر الصلاة صدقت بتفوتني الصلاة بترك الصلاة كيف بسوي معصية. عشان كذا تبعدك عن المعصية تأجيل المعصية هذا بسبب الصلاة تبعدك عن المعصية. سبحان الله ترى حتى الصلاة يقولون أنها يوم فرضت الصلاة شوف حتى أنها ما فرضت في الأرض. الصلاة لم تفرض على الأرض. نعم يعني في سدرة المنتهى يوم نزل النبي صلى الله عليه وسلم على موسى سأل موسى قال ما أمرك ربك؟ قال أمرني بخمسين صلاة. قال لن يستطيعون أمتي ما يقدرون أمتك ارجع فرجع الله النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت إلى 45 ثم عاد له وهكذا حتى وضع الله سبحانه على خمسة فروض أجرها كأجر 50 لا إله إلا الله أجرها كأجر 50 فرض. على طاري خلصي محمد أسلم على طاري الصلاة خوينا فيصل المطيري أيام الدورات تخاوينا وروحنا وجينا فيصل من الرجال اللي تحافظ على الصلاة بشكل ما تصوره صحيح وهو من مكاسب الدنيا اللي عرفتنا عليه وحببتنا بشرة بالخير. احنا مقصرين لكن ابو محمد جعل هي اسلام حريص قلت يا فيصل انا رجال اقصر في الصلاة ما اجيها متأخر. قال اسمع في حاجتي قلت ايش؟ قال انا بشرح لك معادلة بسيطة انت شفت المروحة قلت قال اذا طفيتها بهدوء الين توصل قلت انا اصلي راح اصلي لكني وسوس اذكر وذا ايش بسوي اذا طلع من المسجد بعض الاحيان الشيطان يجي يقول الصلاه اذا ما تهيأت قبلها تهيأ قبلها توضي وتجي على وقت الاذان تهيأ للصلاه هي نفس المروحه اللي طفيتها تهدى حبه 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 والصلاه لا جيتها طال عمرك في اول ثاني ركعه ما يمديك تخشع الا الشياطين مهدفه وكل شيء مهدف. قلت طيب كيف الطريقه؟ قال تبغى تحافظ على الصلاه؟ قال لي قال انا اذا حافظ اذا تاخرت على الصلاه اتبرع ب10 ريال. الله يعاقب نفسه اعاقب نفسي يا سلام اتبرع ب10 ريال كل ما تاخرت بالصلاه. ومن يوم كذا قلنا 5 شهور اذا تاخرت على الصلاه تاديب ذاتي صراحه اذا تاخرت على الصلاه اعاقب نفسي ب10 ريال. اي والله بطعم طفل ما عندي شيء في الصرف لا ادري اني بسوق 10 ريال كل صلاه ما عاد بخمس بعدين احنا ترى الان صار فيصل في الاخره تدفع كم 10 ريال والله بعدين الحين ترى نتجاهل سنن الرواتب تراها تكمل صلاتك السنه نعم ان سجيت في صلاتك ان فكرت ان قصرت في شيء ترى السنه هي اللي تتم صلاتك وتكملها تم الفرض نعم ترى الحين أنت يوم تصلي تراها استشعار في أشخاص يصلون وعقله كامل ما هم معه في الصلاة وفي أشخاص يصلون لغرض أني أنا أؤدي الصلاة ولكن فيه ناس يصلي يكبر الله أكبر انعزل عن الناس كلهم صار في تواصل بينه وبين الله سبحانه وتعالى لأنك خلاص أنت بين يدي الرحمة يفتح الحجاب نعم أنت تكبر الله أكبر استشعر يا أخي حتى
دعاء الاستفتاح، استشعر الفاتحة آية آية، استشعر اللي بتقرأه ما تيسر من القرآن، ركوعك سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان وانت ساجد سبحان ربي الأعلى، استشعر صلاتك، تراك ما تحس بلذة الصلاة إلا إذا استشعرت كل كلمة أنت قاعد تقولها. كم نصلي؟ اللهم أمين وياك. وفيها أنا أعتقد أن الصلاة في حياة الإنسان كالقلب في جسده. الإنسان ترى يقدر يعيش بدون يمين يد يمين، تبتر يدك اليمين فتعيش. صحيح. العين لو توقفت تصير أعمى لكن تعيش. صحيح. الأذن لو توقفت تعيش لكن تصير أصم لكن أيضا تواصل الحياة. كذلك الأقدام لو توقفت عن التحرك تواصل حياتك بس إنك مشلول. فكل شيء ممكن تعوضه في جسدك يا الإنسان إلا أشياء إذا توقفت توقف حياتك من ضمنها القلب. نعم. فأنا أعتقد إن الصلاة من متى ما توقفت عن الصلاة وعن تأديتها في الوقت الصحيح توقفت. تراك توقفت عن الحياة بشكل عام، أنت في عندك علامة رمادية، العالم كله ملون في الخارطة الحياتية، العالم كله ملون ويمشي مثل تقييم العملة يا متخابر. أي نعم. وأنت رمادي على اليمين موقف أمور كل بها موقفة مبندة حساباتك، اللي ما شرب يشرب. أيضا فيه الشيبان الرجل اللي كبارهم